أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان. هذا المساء أبدأها بالعناوين. مجلس الوزراء يستعرض تعديلات الموازنة والمالية تتجه لتعديل تدريجي لسعر الصرف. الجبهة الثورية تعلن رسميا نقل نشاطها لداخل السودان وتضع السلام على رأس برنامجها. رئيس الوزراء السوداني يؤكد استمرار التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة. أهلا بكم. عين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ولاة مدنيين لولايات السودان، وضمت القائمة 2 من النساء: آمال محمد عز الدين واليا للولاية الشمالية، وآمنة عز الدين، وآمنة محمد أحمد المكي لولاية نهر النيل. وفي مؤتمر صحفي أكد رئيس الوزراء حرص حكومته على استكمال مطلوبات الفترة الانتقالية، وفي مقدمتها تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر من خلال مفوضية العدالة الانتقالية لوضع مرحلة الانتقال في الإطار الصحيح. وأكد حمدوك ضرورة تشكيل المجلس التشريعي من أجل القيام بالدور الرقابي المطلوب. قالت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي إن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي، حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40%. واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم موازنة العام 2020 المعدلة، وأكدت الموازنة المعدلة على استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطبخ، وأشارت إلى التوقعات بحسب السودان بحصول السودان على مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لمؤتمر شركاء السودان. وأشارت الوزيرة إلى أن العجز صار كبيرا جدا مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ، من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول إلى السعر الحقيقي. أعلنت الجبهة الثورية السودانية تدشين نشاطها السياسي بالداخل تحت شعار معا لوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل. وفي مؤتمر صحفي اليوم أكد القيادي بالجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بشرق السودان الأمين داود أن توحيد كل الأطراف في منبر جوبا التفاوضي هدف لمعالجة جميع الملفات الأمنية والسياسية وتقاسم الثروة والسلطة. وأشار داود إلى ضرورة عقد مؤتمرات توافقية في شرق السودان لتتسق مع طبيعة تكوينات المجتمع المدني والإدارة الأهلية. من جانبه أوضح عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية محمد مصطفى أن تدشين النشاط السياسي بالداخل يهدف إلى تحقيق السلام والعدالة في تقاسم الثروة والسلطة وتأسيس حكم فيدرالي في إطار التنوع الذي يكفل الحريات. وخاطب المؤتمر الصحفي عبر الهاتف مني أركم الناوي الذي أشار إلى ضرورة معالجة جذور الأزمة السودانية من أجل استدامة السلام بالسودان. نحن لما قررنا التفاوض ده يكون في جوبا لأنه دارين التفاوض ده أو السلام عموما يشمل دولة جنوب السودان وشمال السودان، الدولتين معنا، لأنه نحن أخواننا الجنوبيين كدولة وقفوا معنا مع شدة. ولذلك التفاوض في دولة جنوب السودان كان له مغزى خاص بالنسبة للسودانيين عموما في جنوبه وشماله. نحن كنا نرى بأنه السلام ده يكون سلام عادل شامل لكل الرفاق الدرب، سواء كان جزء من الجبهة الثورية أو غير ذلك يعني. وقال القيادي بالجبهة الثورية جعفر محمدين إنهم يرفضون تعيين الولاة قبل توقيع اتفاق السلام الشامل، وطالب بتسليم رموز نظام 30 يونيو المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمتهم. من برجوبة نفسها لم تستوعب كل حركات الكفاح المسلح، وهنالك تباين وإشكالات كبيرة جدا واجهت من برجوبة من خلال التفاوض التي استمر ما يقارب 7 أشهر حتى الآن، وهنالك ترتيبات أمنية لم تناقش بعد أو بدأ النقاش فيها. ونحن في الجبهة الثورية السودانية هنالك يعني منضوية حركات مسلحة وأجسام مطلبية لها قضايا حقيقية يلامس فيها قضايا وهموم الهامش السودان العريض لم تناقش بعض في منبر جوبا التفاوضي. بادرة تم تقديمه من القائد كاميرا مناوي
لإصلاح الجبهة الثورية، ولكن الاتجاه الآخر رفض لأنه يريد أن يسوق إيديولوجية وأفكار محددة. هذه الإيديولوجية والأفكار التي شرزمت الدولة السودانية وتقطعتها إرباً إرباً، لذلك نحن جينا في الجبهة الثورية السودانية بالنظام الأفقي، ما في رئيس، كل التنظيمات المنضوية في الجبهة الثورية السودانية ورؤساء فيها، ويكون فيها هيئة رئاسة، يكون النظام فيها نظام أفقي. عقدت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الحاج عطا المنان إدريس القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول أولى جلساتها الصباح اليوم بضاحية أركويت. ويواجه المتهم الحاج عطا المنان تهما تندرج تحت المادتين 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه للعام 1989 والمتعلقتين باستغلال الوظيفة والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة. وأخذت المحكمة خلال الجلسة الإجرائية علما بأسماء هيئة الاتهام من النيابة العامة ممثلة الحق العام التي يرأسها محمود سيد أحمد رئيس نيابة الثراء الحرام والمشبوه، وبحضور المحقق محمد حسن وهيئة الدفاع عن المتهم والتي يمثلها عدد من المحامين. وحددت المحكمة مواصلة جلساتها والنظر في الدعوى الجنائية يوم الأربعاء 12 من أغسطس المقبل. ناقش وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين اليوم الأربعاء مع مدير المكتب القطري لمفوضية حقوق الإنسان بالسودان مازن شجوري سعي السودان الجاد للانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي لم يتم التوقيع والمصادقة عليها. واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة السودانية والمكتب القطري في مجال بناء القدرات والتدريب ونشر التوعية وثقافة حقوق الإنسان، وناقش التطورات الإيجابية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية، وعلى رأسها التعديلات القانونية الأخيرة والسعي الجاد لانضمام السودان للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي لم يتم التوقيع والمصادقة عليها من جانب السودان. تفقد عضو مجلس السيادة الانتقالية الفريق إبراهيم جابر بمستشفى الفاشر التعليمي جرحى ومصابي اعتصام فالتبرنو. وأشاد جابر في لقاء تنويري بأمانة الحكومة بشباب الثورة وتطلعاتهم المشروعة في تحقيق الأمن وتوفير الخدمات وترحم على الشهداء، وأكد أن السودان خطى خطوات متقدمة لتحقيق السلام. وأشار جابر إلى أن توفير الخدمات يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق السلام في كل أرجاء البلاد. من جهته استعرض والي شمال دارفور المكلف اللواء مالك الطيب خوجلي جهود حكومته في توفير الأمن والاستقرار. وتشير سونا إلى أن وفدا من مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق مهندس إبراهيم جابر يزور محليتي كتم وكبكبية وفتبرنو في أعقاب الأحداث الأخيرة. أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مواصلة التفاوض للوصول لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة في ختام القمة الأفريقية المصغرة. وصف عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر نتائج القمة حول سد النهضة بالمثمر، وأشار إلى أنها خلصت إلى مواصلة التفاوض للوصول لاتفاق لملء وتشغيل السد. واتفقت الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا في القمة الأفريقية المصغرة أمس بوساطة من رئيس جنوب أفريقيا أن تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي حول سد النهضة على منح الأولوية لبلورة اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله. وأمنت القمة على مواصلة النقاش والتفاوض في الفترة